دخل علينا الماء. نعم. الواد فاض علينا من التحت والماء جانا من الفوق. نعم. وفاضوا علينا وفاضوا علينا، تخسروا لنا الثلاج، طاحوا لنا وفراشنا رميناه وغطانا رميناه وضعناه في كل شيء، الطحين، الزيت، كل شيء، السكر، كل شيء ضعنا فيه ورميناه في الدار سيدي. نعم. في الدار الماء بلا طلع للسقف الفوق، ما صرنا فين نمشيو. وتهود سيدي وتشوفهم، ايه تمشيو يلا تشوفوهم. كل شيء رميناه، كل شيء خرجناه، ما بقات لنا حتى حاجه، وديك شيء كل شيء خانز حاشاك، تقلب علينا الواد الحر ما بقى شيء فينا. عين سند حدا تعاوني يد مهديه. ايوا نقول سيدي رحنا مكرفسين، وحتى كرفيسه ما كاين شيء، واخا عطاونا ماشي معطى ما عطاوناش. انا عطاوني ثلاثه في النمره كلهم، عطاوهم لي جوج جوج، وانا عطاوني ثلاثه وولدي ربعه. اش غدير لي ثلاثه اربعه الناس بقعه وحده؟ ما عطاوناش طاو الاولين، طاو خرجوا والثانيين خرجوا، وحنا الثالثين بقينا تما، ما عطاوناش. كي عباد الله حنا نساونا كاع، كنطالبوا حقنا. ايوا ما نعرف فيما بتنا فيما ارمانا الله نباتوا. جينا حدا هنا حدا الجماعه باش يشوفوا يديروا معنا شي حل، يديروا معنا شي حل. جا لعندنا القايد وجا لعندنا هادي، ما ايوا ها انت كتشوف كيتواصلوا معاهم لداخل. شتي نقول لك شنو وقع؟ ها الصباح مع 8 الصباح. نعم. حنا مازالين يلاه نوت انا من الفراش، يلاه نوت درت المقرج الماء يطيب، وانا اسمع ديك الماء الشتا كطيح الجيده، ما جيت حليت الباب وخرجت حتى كصافي فاض صافي اجبرت صافي الفيضان فاض علينا. نعم. صافي بقينا البنت عندها بنيتها جات عندي ضيفه، صافي دخل علينا الماء نطلل الاجبر، البحر جاي علينا، البحر بحر رجلا البحر. نعم. هو دا علينا. نعم. بقيت نبقى نعوت ونقول لبنتي، نقول لها بنتي نهز ولادك وهز نهربوا بحنا، راه واحد الفيضان صعيب. نعم. دابا يلاه نمشيو بحنا. خرجنا، ما جينا خرجنا من باب الدار حتى صافي صافي طيح لنا الماء والحجار. كنا انا والراجل والبنت عندي ضايفه بالوليدات ديالها جويدات، ما نزيد ما ننقص، وعاش الملك. شوف ودابا انا خرجت الولد وبنيته وولده وراجلي، ما جينا خرجنا والحجار كيطيح، الحجار كيطيح صعيب بزاف بزاف. تخلعت وطيحت. انا جات لابيلانس هزتني، جات لابيلانس شوف هزني، هزوني صحاب البومبيه على ظهرهم، اقسم بالله لازني مسكين على ظهره، وخرجني البومبيه ما مشي هذيك. صافي هذا الواد دابا دائما يفاد علينا، هذا 3 سنين تقريبا ولا 4 سنين هو يفاد علينا، دائما يفاد علينا. الواد دابا الرقرة يهودوا علينا من الفوق، والواد من التحت يطرطق علينا ويرجع فينا. ماشي يا وليدي مقهورين، راه ربي اللي حايس، ما كاينش اكثر من الله، الله اللي يحس. شتي ولا اللي في قلبه الرحمه راه يحس بالمسكين. شتي وعاش الملك، عاش الملك. دابا حنايا مشالي رزقي كله، مول الدار ضعيف الحاله، ما كاين شيء كيخدم مسكين، ما بقى شيء يخدم، هو مريض. ودابا هالنهار عاود طح، راه مشالو رجلو ما بقاش فيه والو. ما كان دائما اجينا هذا الفيضان دائما، ولكن ما انا شي شويه اجينا مرطب، ولكن هذا الخطره راه ما خلاش فينا، ما خلانا في رزقنا، ما خلانا ما ناكلو، ما خلانا حويجات، ما خلانا حتى حاجه، يقسموا بالله. وكاخوت دابا تهودوا معايا تشوفوا ديك الحاله، راه واحد الحاله لهلا يوريها لك وليدي وانا يشوفك فيها. الله اللي يشوفها. الراجل عنده 66 عام وانا عندي 63 عام، ما حناش تكرفيسه هذه، ودابا توليداتنا اجيو لانها ما تكرفسوا. يقولوا المسؤولين شوفوا الحاله ديالنا. نعم. شوفوا حالتنا. نعم. وشوفوا عاودونا وهزونا من تما، ما نبقاوش في ديك القهره. نعم. نبقاوش شي نهار يجي يفوت علينا ديك الواد ويقتلنا النهار. شوف اقسم بالله الا فلتنا من الموت على شويه. نعم. على شويه فلتنا من الموت. اي ربي اللي جمعنا والعمر طويل. اجيو عندنا في انتخابات، اقول لك غنديروا لكم، غنعملوا لكم، غتشوفوا شنو غنديروا لكم، وحنا هذيك هي النيه ديالنا. ربي عندنا نيه وحده. نعم. انتيقوا. نعم. ربي اللي عالم، انتيقوا نقولوا هادشي بصح، يقدر ينقدونا من هذا الشيء. نعم. هاد الناس هادو يقدر ينقدونا. نعم. ولكن من كاين وليدي لا نقد لا والو، غير الهضره، غير الهضره في الزنقه، شتي الهضره في الزنقه. نعم. ما كانت حتى شي حاجه. والو وليدي، نفع الله وشفع الله وسيدنا الله ينصره. كل شي 50 بينا، شي 50 خلق اللي كاينه، كلشي تكرفص، كلشي يا وليدي ما بقالو شي حاجه اللي يدخل عليها. رحنا في الوسط المبلات، شتي المبلات هادو؟ رحنا في الوسط ديالي، وحنا فوق منا وما يشوفوا فينا، هاكا يطلعوا علينا حنا في الوسط ديالي، بحال شي دخشيشه. ما عندي ما نقول لك، انا كنت ناعس، دخل علينا الفيضان، حوايج اللي فزقوا، كلشي ضاع، طحين، اي حاجه، اي حاجه ضاعت، ما بقات حتى حاجه. كنت ناعس في البيت ديالي، كنت ناعس انا،
كنت نعس في البيت ديالي تدخل الفيضان، عياو الناس ما يكاليو، عياو ما يديروا خناشي، عياو ما يديروا الرمله، والو فاض علينا الماء. ديما الروكارات ديما ولينا عندنا ديال الواد الحار، التزهيزات اللي بناو علاو علينا وردوا عندنا الواد الحار ديالهم. هو اللي كيفيض علينا ديال التزهيزات وديال البنسوده، كيتجمع الماء كله. حنا بحال اللي دابا حشي روكار، حنا اصلا ولينا بحال روكار، الماء كله تجمع عندنا. لابانت حنا ولا عندنا ديما التكرفيس، ماشي غير هذا العام، كل عام. وديما كيقتلوا لنا بالوعودات، هذا العام نسقموا لكم غدا، هذا العام نديروا لكم غدا، غدا سيروا حكا سيروا بحالكم، دابا نديروا لكم الحل، دابا واش ماشي حل ما شفناه؟ حنا مازال هكا كنتكرفسوا، حوايجنا تكرفسوا، ماشي حل. دابا خصنا الناس، عندي ثلاثة الأولاد خافوا من كلمة الفيضان، كلشي نادي يبكي، كلشي نادي يبكي، ماشي غير خافوا، كلشي نادي يبكي، عيالات كبار نادي يبكيو، كلشي خاف. والثلاجة هزها الماء ما تخافش، الثلاجة هزها الماء ما تخافش، البوطه هزها كي داك البوطات ديال الطحين، اي حاجه. ما بقيتنا حنا بعدا شي حاجه كاع، الكوش كلهم ضاعوا، الماريو طاح، اي حاجه. قسما سميتهم البولات هما اللي عاليين، وما حنا دابا هاد الليل ما عنديش فين نلبس. راه دخلت تسود دابا تصور داك الشيء، ما عنديش فين نعس. عبد الفتاح الصفيتي 34 سنه وانا في ديك البرارك. هاد الناس هادو غير كيكذبوا علينا كل نهار، كيجيو عندنا كيقولوا لنا حكا غدا غنديروا لكم فين غادي تسكنوا وفين كذا. جاو شي ناس داروا معاهم الحل وجمعوهم جوج الناس في بقعه وداوهم، كاين اللي عطاوه البقعه وكاين اللي ريبوا له ومازال ما عطاوش البقعه. كنا في واحد الجلسه عاد بعدات منين بقاو كيهضروا معانا، قال لك شنو نديروا لكم؟ قلنا لهم حنا بغينا فين نعسوا، بقاو كيضحكوا علينا. انا نديك تنعس معايا في الدار، واش انا بقيت في النعاس؟ انا حوايجيها كلشي فازك بريحه بخرارب، انا حوايجيها من الصباح حوايجي كاملين مازال هكاك. هو كيقول لك واش نديك؟ واش انا غنمشي نعس هكا بحوايجي هكا؟ قلبت انا باش غير ما نلبس ما لقيتش. غنترافع على المشاكل ديالك، ولكن ما لقيناش هاد المرافعه هادي. هادشي غير كيكذبوا باش يديو اللي بغاو، ولكن اللي بغينا حنا ما كيعطيوهناش. هادو لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا ولدي ها هو، الا بغيتي تشوفوه ها هو، شرب جوج يطرو ديال الماء بخرارب، ها هو. وبقى خمسه السوايع كنعاينو لامبيلونس تجي تديه. تهزيت ولدي ديتو درت له غسل المعده بيدي. ما عنديش فين نلبس، ما عنديش فين نجلس، حوايجي حتى في الزنقه. انت تهبط معايا وغنوريهم لك. السلام عليكم خويا. واحد الكلمه كنشكروا شوف تي في من هذا المنبر هذا. خويا راه جاو هنايا المسؤولين، نائب نتاع الرئيس، عده مستشارين، ولكن راه ما لقاوش الحل لهذا. كيجوستيفيو لا ريبونس ديالهم، تيقول لك حنا ما عندنا، ما غادي نديروا لكم كاغ باسكو راه حنايا عاد جينا جدادين مع الخمس سنين اللي عاد دخلوا ليها هما، ولا حنايا عاد انتخبنا عليهم من دخلوا هما. قال لك حنا ما عمر طاحت الشتاء، اول مره كنعرفوا، اول مره باش غادي نعرفوا المشاكل. هادشي ما درناش حنايا، داروه اللي سبق منا. ومازال ما لقاوش شي حل جدري، تيقولوا للساكنه يلا تبات معنا، يلا تمشيو تدخلوا معنا، يلا تمشيو لديورنا. وهاد الوليدات اليوم لا غدا مين غيمشيو نتوما يباتوا عندكم، لا غدا باش غيمشيو وليداتهم يقراو. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.